السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد القرغلي من قناة آيتك برو. أحبتي، درسنا لهذا اليوم عبارة عن تطبيق عملي عن كيفية عمل ستاتيك راوت باستخدام سيسكو راوتر. كما تلاحظون في هذا الشكل لدينا تو راوترز متصلين مع بعضهما البعض عن طريق انترفيس جيج إثرنت 1/0، وكل راوتر متصل بسويتش، والسويتش متصل بعدد من البيسيز. طبعا كما تلاحظون كل سويتش يقع في شبكة مختلفة تماما عن الأخرى، أي أن البيسي الموجودة في النيتورك 192.168.0.0/24 لا تستطيع الاتصال بالبيسيز الموجودة في الشبكة 192.168.2.0/24 لأنهما يقعان في شبكتين مختلفتين تماما. ولكننا نستطيع أن نوفر الاتصال إذا قمنا بتشغيل راوتينج بروتوكول بين الراوترز أو قمنا بإنشاء ستاتيك راوت. واليوم إن شاء الله سوف نتعلم كيف نقوم بإنشاء ستاتيك راوت. سوف أبدأ العمل أولا على راوتر 1. أولا سوف أقوم بإعطاء كل انترفيس الآي بي الخاص به. الآن سوف أنتقل إلى راوتر 2 لكي يقوم بعمل configuration للإنترفيسز ويعطى كل إنترفيس الآي بي الخاص به. الآن انتهينا من إعطاء كل إنترفيس الآي بي الخاص به. سوف نقوم بعمل بينج من كل راوتر إلى الآخر. كما تلاحظون لقد نجح البينج بين راوتر 1 وراوتر 2. سوف أقوم بعمل ping من PC 1 إلى راوتر 1. PC 1 حصلت على الآي بي 192.168.0.2، أي أنه بنفس السبنت مع الانترفيس الخاص براوتر 1. كما تلاحظون أحبتي لقد نجح الاتصال بين PC1 وراوتر 1. لنرى هل بإمكان PC1 أن تقوم بعمل ping لـ PC3. PC3 حصلت على الـ IP 192.168.2.2. كما تلاحظون أحبتي حصلنا على المسج destination host unreachable، أي أن PC1 لم تستطع الاتصال ب PC2 أو PC3 عفوا الموجودة في النيتورك 192.168.2.0/24.
الآن سوف أقوم بإضافة static route إلى router 1. كما تلاحظون أحبتي، عندما نقوم بكتابة الستاتيك راوت بهذه الطريقة، فإننا نقوم بإخبار الراوتر أنه إذا أراد أن يصل إلى الشبكة 192.168.2.0 وهذا هو النت ماسك الخاص بها، فإنه يمكن الوصول إليها عن طريق هذا الجيتوي الذي هو 10.10.10.2. لنقم الآن بعمل ping من PC1 إلى PC3. كما تلاحظون أحبتي، لقد فشل الاتصال بين PC1 و PC3، وذلك لأننا قمنا بإنشاء الستاتيك راوت في راوتر 1 فقط، أي أنه بهذه الحالة راوتر 1 يستطيع أو يعرف كيف يصل إلى الشبكة 192.168.2.0/24، ولكن راوتر 2 لا يعرف كيف يصل إلى الشبكة 192.168.0/24 التي جاء منها الاستعلام. سوف أقوم الآن بإنشاء static route في router 2، وذلك باستخدام نفس الكوماند ip route 192.168.0/0 netmask 255.255.255.0. يمكن الوصول إلى هذه الشبكة باستخدام الـ Gateway 10.10.10.1. بهذه الحالة انتهينا من عمل الـ Static Route. لنقوم بعمل Ping من PC1 إلى PC3 ونرى ماذا سوف يحدث. كما تلاحظون أحبتي، لقد نجح الاتصال الآن بين PC1 و PC3 واللذين يقعان في شبكتين مختلفتين تماما. إلى هنا نصل إلى نهاية درسنا لهذا اليوم. نلتقيكم في الدرس القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.